وإن إخوانكم المجاهدين. بعدما كثرت الشائعات حول وفاته وإصابته، البغدادي يعود بعد 5 سنوات من الغياب، ويظهر في ثاني فيديو له وهو يتحدث إلى عدد من الأشخاص عن آخر معارك التنظيم في بلدة يلبغوز السورية. مشيراً إلى ما جرى في الجزائر والسودان مؤخراً ومصير الرئيسين السابقين عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير. البغدادي الإرهابي المطلوب الأول دولياً، أقحم التنظيم الإرهابي الذي يقوده في الحراك الشعبي بالجزائر مقابل استفهامات كبيرة حول هذا الظهور وعلاقته بالشأن الداخلي في الجزائر. ظهور البغدادي بعد 5 سنوات كاملة من الاختفاء رأى فيه محللون محاولة منه إلى إثبات أن الفيديو جديد. وبين التهديدات والوعيد، يرى رئيس الوزراء العراقي أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل خطراً رغم تعهدات أمريكا بملاحقة قيادات داعش في كل أنحاء العالم.